أربع كلمات يحبها الله. هذا حديث أنبأنا به النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. ماذا يحب الله من الكلمات لنكررها ونقولها ونرضي الله عز وجل؟ استمع معي أولا إلى هذا الحديث الشريف، ثم نتأمل ونتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وغيره. انظر أخي الحبيب، معظمنا للأسف يغفل عن مثل هذه الأشياء البسيطة والسهلة والتي يمكن لأي إنسان أن يرددها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، 10 ثواني، 7 ثواني، يعني وخفيفة جدا على اللسان. على الرغم من ذلك تجد معظم الناس وبخاصة الشباب المنهمكين بمشاهدة مقاطع على الإنترنت وباللهو والعبث لا ينتبهون لهذه القضية: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. طيب ما سر محبة الله لهذه الكلمات الأربعة؟ يجب أن نفهم أيها الأحبة، لأن بعض الناس قد يقول هذا الكلام ولا يفهم منه شيئا. قد يقول سبحان الله ويقول الحمد لله، ثم بعد قليل تجده يتذمر، يقول: لماذا لا يرزقني الله؟ لماذا ابتلاني الله بهذا البلاء؟ ماذا فعلت حتى ينزل الله علي هذه المصيبة أو هذا البلاء؟ إذن أنت لم تفهم ما تقول، وإذا لم تفهم معاني هذه الكلمات لا تستفيد منها شيئا. مثل إنسان يقول في القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يظلم أخاه أو جاره. طيب أنت تلعن نفسك. لو فهمت معنى الآية لما ظلمت الآخرين. وبالتالي أخي الحبيب يجب أن نفهم ماذا يعني أنا عندما أقول سبحان الله، ماذا يعني الحمد لله؟ هل هي مجرد كلمة؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، هل هي كلمات نقولها فقط أم يجب أن نفهم؟ أنا عندما أقول سبحان الله يعني أنزه الله وأقدس الله عز وجل وأقدر الله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن النقص، تعالى الله عز وجل عن ألا يستجيب دعائي. كلمة سبحان الله يجب أن تمنحك ثقة أن الله قادر أن يستجيب دعاءك، قادر أن يغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. عندما أقول سبحان الله يجب أن أعتقد أن الله تعالى عن أي نقص، تعالى عن أي عجز. الله ليس عاجزا أن يرزقني، ولكن الله اختار لي هذا الرزق لأنه يعلم أن هذا القدر هو الذي يصلحني. عندما أقول الحمد لله يجب أن أعلم أنني أحمد إلها عظيما، يجب أن أشعر بنعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة اللمس. اللمس نعمة، أنني أشعر. هناك من فقد حاسة اللمس، فقد حاسة البصر، فقد الكلام، فقد العقل. أن أحمد الله على نعمة النفس الذي أخذه. هناك أناس يعيشون بالتنفس الاصطناعي. أن أحمد الله على نعمة أنني آكل الطعام، أستطيع أن آكل الطعام. هناك من لا يستطيع، من يأخذ الطعام عن طريق الإبر.
لذلك الحمد لله كلمة عظيمة جدا، يجب أن أستشعر معانيها عندما أقول الحمد لله. لماذا؟ لكي أشعر بقيمة النعمة التي أمتلكها. فإذا ضاقت بي الدنيا أعلم أن هذا الضيق مؤقت وله هدف وحكمة. إذا أصابني شر، هذا الشر مؤقت سيكشفه الله وهو قادر على ذلك وله هدف وحكمة. إذا أصابني حادث أو مرض أعلم أن هذا ليطهرني الله به وليختبر قوة إيماني به. وبالتالي أقول الحمد لله وأنا أشعر بكمية النعم الهائلة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، كمية كبيرة الله أعطاني إياها. لا إله إلا الله، ماذا يعني لا إله إلا الله؟ يعني هناك إله واحد فقط، هناك إله واحد يستحق العبادة، لا أجعل له شريكا الدنيا مثلا. هناك الكثير من المنافقين جعل شريكا لله أنه يطيع سيده على حساب معصية الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كأنك جعلت هذا الإنسان أهم من الله. إذا أمرك بالشر تنفذ الشر، أمرك أن تأكل الربا تأكل الربا. هناك إنسان قد يطيع زوجته فيسرق، وكأنما جعل شريكا لله. لذلك كلمة لا إله إلا الله يجب أن تشعر بها في داخلك أخي الحبيب. أنا أرى كثيرا من الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله سرعة، وهو لا يجب أن تهدأ تفكر لتستفيد أولا من هذا الذكر، ولتدرك أن الله يحب هذه الكلمات، ومحبة الله لهذه الكلمات هي لمصلحتك أنت بالنتيجة. يعني أنت عندما تقول لا إله إلا الله، الله لا يستفيد منك شيئا، ليس بحاجتك أصلا، الله مستغن عن خلقه جميعا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس بحاجة لأحد أن يكفيه عز وجل. فعندما تقول لا إله إلا الله أنت تصلح نفسك بهذا الكلام. عندما تدرك من أعماق قلبك أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة والتوجه والتوكل، وأن تسلم أمرك له وتفوض شأنك له، عند هذه اللحظة ستستمتع بالحياة أكثر. ستجد أن الهموم تتبخر من حولك، ستستصغر هذه الأمور. الهموم أكبر هم سيصبح صغيرا بالنسبة لك. طيب الله أكبر ماذا يعني؟ يعني تقول الله أكبر ثم تخاف من فلان، إذن أنت لم تفهم ما معنى الله أكبر. يعني الله أكبر، هذا الإله العظيم أكبر من أي شيء. يجب وأنت تقول الله أكبر أن تعتقد أن الله أكبر من همومك، وأكبر من أحزانك، وأكبر من كل الناس الذين يتآمرون عليك، أكبر من الشيطان الذي تخاف منه فيوسوس لك وتعاني من هذه الوساوس وأنت تخاف. الله أكبر، يجب أن تفهم معنى الله أكبر. لذلك هذه الكلمات فيها أولا تنزيه لله، سبحان الله والحمد لله، حمد لله عز وجل، تشعر بنعم الله عليك. ولا إله إلا الله، لا تجعل شريكا لله لا في العبادة ولا في السؤال. أحدنا إذا أصابه شر يلجأ إلى فلان ويلهث باتجاه فلان وينسى رب هؤلاء وهو القادر أن يكشف الضر. أليس الله هو القائل وإن يمسسك الله بضر
فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يجب أن تستيقن وأنت تقول الله أكبر أنه لا يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذن الله ولمصلحتك أيضا. إذا أصابك شر ثق تماما أن فيه خيرا فيما بعد، لأن هذا الشر هو ابتلاء. وهدف وجودك في هذه الدنيا أخي الحبيب هو الاختبار، هي فترة اختبار فقط. الدنيا هذه 60 70 100 سنة مهما عشت هي اختبار، أي ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الشر، هذه المصيبة، هذا المرض، هذا الظلم، هذا الهم، كلها ابتلاءات من الله، اختبارات. هل تنجح بها؟ هل تقول يا رب أنا سأصبر ابتغاء وجهك الكريم لأكون ممن تدخلهم الجنة وممن قلت فيهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أنا سأصبر لألقى هذه الجنة التي قلت فيها يا رب وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا سأصبر على هذا البلاء يا رب لأكون من الذين قلت فيهم وبشر الصابرين، وقلت فيهم أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا أخي الحبيب، خلاصة هذا اللقاء وأنت تسبح الله وتحمد الله وتهلل وتكبر، يجب أن تشعر في داخلك بعظمة هذه الكلمات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. يجب أن تستشعر قدرة الخالق وعظمة الخالق وأنت تقول هذا الكلام، وعينك على الجنة. أنت ترضي الله عز وجل، لماذا؟ لتضمن إن شاء الله دخول الجنة وتضمن النظر إلى وجه الله الكريم، بالإضافة أنك تضمن الحياة السعيدة الهادئة المستقرة، لأن أمامك طريقين. إذن الطريق الأول أن تكون مع الله، فإذا تركت هذا الطريق مباشرة استحوذ عليك الشيطان، ليس هناك طريق ثالث. إما أن تكون مع الله من المخلصين كما قال تعالى عن سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين الذين خلصهم الله من شر الشيطان. الشيطان توعد أنه سيغوي البشر، ولكن باستثناء فئة، قال إلا عبادك منهم المخلصين. من يخلصه الله؟ من شر الشيطان. إذا لم تكن مع هذه الفئة، وهي قليلة للأسف وقليل من عبادي الشكور، ستكون مع الفئة التي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الكافرون، هم الخاسرون. إذن أخي الحبيب، أنا الآن يجب أي ذكر أقوله أن أتخيل عظمة الله، أتخيل أنني أناجي إلها سميعا بصيرا قريب، أقرب من نفسي لي، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب من نفسك لك. فأذكر الله بهذه الكلمات وأكثر منها، فعسى أن تدخل في محبة الله جميعا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.